أعلن رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة الاقتصادية للقناة الفريق مهاب مميش أن ميناء غرب بورسعيد التابع للهيئة استقبل السفينة وادي طيبة قادمة من روسيا محملة ب 63 ألف طن من القمح الروسي والمستورد بواسطة هيئة سلع تموينية لصالح الشركة العامة للصوامع. وأضاف الفريق مميش أن الشركة العامة للصوامع والتخزين بصدد إنشاء محطة غلال بميناء غرب بورسعيد بطاقة تخزينية تقدر ب 100 ألف طن لزيادة المخزون الاحتياطي الاستراتيجي من القمح المستورد المخصص لإنتاج الخبز المطعم والغلال التموينية. ينضم إلينا الآن للمزيد من المتابعة عبر الهاتف سيادة اللواء عبد القادر درويش نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية. سيادة اللواء أرحب بك. مساء الخير على حضرتك وعلى المشاهدين الكرام. نعم مساء النور. في البداية سيادة اللواء، يعني استقبال قناة السويس للسفينة وادي طيبة قادمة من روسيا محملة ب 63 ألف طن ماذا يعني؟ يعني ان احنا حقيقه من قبل حوالي 16 كان في توجيه رئاسي خاص بان احنا نستغل ميناء غرب بورسعيد او اعاده استغلال ميناء غرب في تقبل في استقبال شحنات القمح او الغلال الخاصه بهيئه سلع التموينيه. احنا حاليا سياده الفريق مهاب اصدر تكليفاته لنا ودرسنا الموضوع مع هيئه سلع التموينيه نفسها مع شركه بورسعيد مع شركه الصوامع، ووصلنا الى بروتوكول وتعاقد بين هيئة سلع التموينية وشركة بورسعيد المسؤولة عن الشحن والتفريغ في هذا الرصيف، والحمد لله دي نجاح للتعاون اللي كان موجود بين وزارة التموين والهيئة الاقتصادية من أجل إن احنا نجيب سفن الغلال التابعة للسلع التموينية إلى ميناء بورسعيد. إيه الغرض من ده؟ كان غرض رئيسي وهو تخفيف الضغط على ميناء اسكندرية وميناء دمياط، وبالتالي تخفيف الفلوس اللي كانت مخطرة نتيجة انتظار السفن في الموانئ دي لدخول هذه السلع، وبالتالي احنا بنخف الضغط على خزينة الدولة. نعم، يعني هذا الميناء كان متوقف لمدة 7 سنوات تقريبا سيادة اللواء، يعني هل لنا ان نذكر يعني لماذا كان هذا التوقف؟ التوقف ده كان خلافات موجودة ما بين الشاحن شركة بورسعيد وهيئة السلع التموينية على الأسعار على البتاع، ولكن احنا يعني برعاية المنطقة الاقتصادية احنا وصلنا إلى حلول مرضية لكافة الأطراف وكان غرضنا استقطابه. أنا برضو بطمن إن ده كان اتجاه أولي للتكليفات اللي صدرت من الأستاذ فريق مهاب. الاتجاه الآخر لنا برضو إن احنا نعيد الأرصفة. احنا النهارده بنتعاقد مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على انها تطور الرصيف الخاص بهذا الموضوع. في نفس الوقت شركه الصوامع بالتعاون مع وزاره الاستثمار بتاعها ان شاء الله هتنشئ محطه، واحنا بنوفر لها الارض وكل حاجه، محطه بطاقه تخزينيه حوالي 100 ألف طن. باذن الله المشروع ده يكتمل على من حوالي 18 شهر، وباذن الله يعني يبقى عندنا فرصه اكبر لاستقبال سفن. احنا هدفنا ان احنا نصل الى 1 مليون طن سنويا بحيث نوزع على مواني جمهورية مصر العربية السلع التموينية، وبالتالي ما يبقاش في ما يعرف بالدامرج او الفلوس اللي بتدفع في انتظار السفن، يبقى ده نخف هذه الفلوس على خزنة الدولة. ان شاء الله ربنا يوفقنا جميعا في هذا الاتجاه. نعم، يعني بالطبع لكل ميناء أهمية خاصة سيادة اللواء، يعني إعادة فتح ميناء غرب بورسعيد مرة أخرى، ما الذي سيضيفه للموضوع ككل أو لموانئ هيئة قناة السويس تحديدا؟ هو أنا بتكلم إن إحنا بنقول تنوع، هو طبعا ميناء غرب بورسعيد بيعمل، إحنا مش بنعادة، إحنا بس بنعادة فتحه لشحنات القمح الخاصة بالسلع التموينية، لكن هو بيشتغل في أنواع الغلال كافة، بيشتغل في أنواع البضائع العامة، بيشتغل في أنواع الصب السائل، بيشتغل في الحاويات في كافة الأنواع، ولكن إحنا بنحاول نخلي الميناء يعمل في كافة الاتجاهات، وإحنا في الفترة اللي جاية إن شاء الله يعني بصدد ان احنا ننشئ مشروع تموين السفن في مواني بورسعيد، وده برضو مجال اخر بنضيفه لهذا. احنا بنحاول ان احنا نعمل في كافه المجالات،
وبالتالي يبقى الدخل الاكثر وبالتالي يبقى في زياده فرص عمل اكثر لكافه الناس في منطقه بورسعيد. نعم سيادة اللواء، أيضا يعني إلى أي مدى سيساعد يعني بعد فتح هذا الميناء ومرور السفن يعني المحملة بالقمح في عملية يعني تقليل الأسعار في الداخل؟ يعني أنا يعني تقليل الأسعار أكيد في، أنت طبعا أنا لما بقف السفينة على المختص بتكلف الدولة 20,000 دولار يوميا، تخيلي هذا التحميل كله يبقى على السلعة الثمانية، أنا هخف من على الدعم، يعني الفلوس اللي بتدفع لدعم هذه الهلال احنا بنخفها، بدل ما انا يعني مش عايز ارسم الارقام دي خاصه بوزاره التموين، لكن انا بخس لها لان انا في فترات انتظار بتصل الى اكثر من 10 ايام هناك في ميناء اسكندريه وفي ميناء دمياط، احنا بنخف هذه فترات الانتظار بان احنا بنفتح طاقه اخرى للاستغلال، واحنا ان شاء الله بصدد ان احنا بنفكر ان نوصل يعني على مدار السنه ان احنا نشتغل في حوالي 1,000,000 طن، وبالتالي نساهم في تقليل هذا الفاقد اللي بيروح في مقابل انتظار السفن في مناطق الانتظار خارج المواني. نعم انا بشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا عبر الهاتف سيادة اللواء عبد القادر درويش نائب رئيس المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس للمنطقه الشماليه، شكرا لك.